مرحبا بك اسماء. الله يبارك فيك، نورت لنا البلاتو اسماء. بحضورك. خليك انتم اللي منورين. اول مره تجي تونس؟ لا جيت، كنت جيت شحال، جيت واحد جوج ديال المرات. بغيت نعاود لك شنو عملت هنا في تونس مثلا. كنا درنا واحد لا كوبيراسيون ما بين الفرقه ديال لا دانس ديال تونس والفرقه ديال لا دانس البالي تياتر ديال زينون بالمغرب، واشتغلت مده شهر. كانت اون اكسبيريونس فورميدابل. انت دانسوز بروفيسيونيل، خدمت برشا كومباني بالي تياتر زينون. كنت اي. وتوا وليت ممثله بتاع سينما وتلفزه، ودي انكونتورنابل في المغرب. Je dirais que c'est un parcours dit de la scène ou de les spectacles ou nest dit le cinéma qui m'ont remarqué ou chef le خدمه ديالي والشغل ديالي واقترحوا عليا ادوار في السينما. انت عملت سبور، عملت جيمناستيك، عملت زاده بلونجون. وعملت بيان سور لا دانس. قلت مره في انترفيو جي غوتي ان بو دو تو بور سافوار كيل شومان ارتستيك جالي بروندر. سي فري انكونسيامون جو شيرشي ما فوا. كنت كنقلب على شنو هو اللي غادي نلقى. الحمد لله كلهم كانوا عندي بالنسبه ليا اكسبيريونس مهمين واللي نفعوني. باغ اكزومبل لا دانس سي لا ديسيبلين اللي كنلقاها حتى في الشغل ديالي كممثله. لا شونسون، لا ميوزيك، لوغي ميوزيكال وتوزا. اي بي انا من غير التمثيل شوي تري اكتيف. ملي كنت صغيره وانا كنحب ندير الرياضه ونحب ندير الرقص ونحب. معناتها ما كنتش محدده من الاول ثنيتك اباغ سبور، معناتها مهنه التمثيل ما كانتش من الاول ان غيف معناتها بور توا. على ما كان 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 في الاول ملي كنت صغيره كنت كندير التمثيل في العائله ديالي. يعني هذيك هوايه، كنظن بان الا كانت عندنا هوايه وكان عندنا شي حاجه اللي كانت نحسوا بها وباسيوني نقدروا نديروها. والحياه كتعاونك اللي كتبغي في. مزيان اللي هضرتي على العائله، حيت انا بغيت نعرف كيفاش ريفيه بنت الريف اللي تربات في وسط تري ريغوروز بو فير اكسبتي ا سي بارون بلي تولي دونسوز ومن بعد كوميديان. اش درتي لهم؟ جي دو لا شونس دافوار دي بارون فورميدابل. العائله ديالتي متفتحين وعزيز عليهم، سورتو الام ديالي هي اللي كانت كديني للسينما ملي كنت صغيره. يعني اكتشفت هذا الميدان بفضل امي اللي كانت كديني نشوف الافلام ديال المصريين ساميه جمال هذا الشيء. الوغ سي كوم سا كو سي فوني. مشيت للكونسيرفاتوار كنت بغيت نعرف كاع لي ديسيبلين اللي في الكونسيرفاتوار شنو هما، من الموسيقى للتمثيل للرقص لكل شيء. باهي اسماء، انت مثلت في برشا افلام وتعاملت مع اكبر واشهر ريزاتور ماروكان كيما عبد المجيد شيش، حسن بن جلول، نرجس نجار، اللي عندك اكتواليتي معاه. تحصلت على البري دانتربريتاسيون فيمينين او فيستيفال ناسيونال دو فيلم مراكش في فيلم جيجمون دون فام لحسن بن جلول. اسمع، احنا حضرنا لك بورتري نتفرجوا فيه مع بعضنا. من عائلة ريفية في كازابلانكا تولدت الممثلة المغربية أسماء خمليشي. في صغرها كانت ترافق والدتها لقاعات السينما، وهذا اللي زرع فيها حب الفن والتمثيل وخلاها تشارك في البالي المسرحي بزينون في عمر 18 سنة. في بدايتها شاركت في أفلام أجنبية ومحلية كما ظل الفرعون عام 95. بعدها بأربع سنين أسماء كانت لافوديت في فيلم قصة وردة بعد ما اكتشفها المخرج عبد المجيد رشيش واعطاها دور جسدت فيه شخصية المرأة اللي تعاني من الانجستيس سوسيال. مالك؟ شفت الدموع يابسة في عينك؟ أصبحت كل شجرة يابسة. في نفس الفترة الجمهور المغربي عرف أسماء في شريط فيها الملح والسكر وما زال ما بغاتش تموت اللي جمعها بالممثل رشيد ويلي. ومن غادي دخلت أسماء الألفية جديدة بنسق متصاعد وبشعبية كبيرة. تعطلت عليك؟ ما كاين مشكل، ولكن تخلص الحلقة. واخا لا نخلصه.
السمرة المغربية شاركت زيدة في مسلسلات وأفلام تلفزية، كان أبرزها كول سنتر في رمضان 2009، والطيور تعود دوما مع المخرجة نرجس النجار عام 2006. تلاقي بتلاح وجهك. أني استشد ساعة من بعد ما تخطفوا لي الرابور ديال البوليس كيشد عليها. لغوز دو سينما ماروكان هكا سماوها، بجمالها وطموحها في الفن السابع فرضت روحها، عبرت على استقلالية المرأة وحريتها، وبفيلم جوجمون دون فام أكدت حضورها وموهبتها. الشطحة ديال الكباري هي اللي ردتك راجلي، الحمار ديال بصح. الحمار توحشتي شوية ديال التكلفة. الجيمناستيك والدانس للسينما والبرفورمانس خطوة خطوة، أسمى خمليش يتأكد اللي تمثيل غرامها ودنيتها متعتها ومصدر شهرتها. ما تخميش ما تبكيش، كنت حابة يقولها ليك أشواها. عجبك البورتري؟ تبارك الله عليكم، درتي بورتري غزال. ايمي شويه حسيتك. اه وي علاش بوكو وك شفت شي افلام اللي درتو مادي 10 سنين ودي سي كوم سا. لو فيلم كي كارتوني ولقى سوكسي بوبولير هو الي ديابيتيك هايبرتونديو مي ريفوز توجور دو كريفي وي نتاع حكيم النوري. Elle refuse de crever numéro 2 et elle refuse toujours de crever c'est numéro 2 et refuse de crever tout court c'est le numéro 1. Mais c'est mieux quand même les kangolo بالعربية. بالعربية في هل الحوس قام وما بغاش تموت. علاش خذا سكسي الفيلم هذا سورتو في البريستاسيون تاعك؟ كيف كنعرفوا كاع لي كوميدي كيكون عندهم استقبال كبير اكثر من اللي من الدراما. الببليك كي كيمشي ليهم اكثر وكان عنده سوكسي هذا الفيلم على ما كنظن تقريبا 1 مليون دونتري سي با مال ماروك اي ميم بارتو ميم ان فرانس مي المهم كانت بالنسبه ليا اكسبيريونس مفيده وبفضل هذا لو رول اللي اعطاني حكيم النوري تعرف الجمهور تعرف بيا يعني هذه الحاجه اللي ما نقدرش ننساها يعني سي truc important بالنسبة للكارير ديالي. اسمع تقرا جرايد؟ شوية. مش كل يوم، سي با ان ريفليكس عندك، كل يوم تقرا. سي كنقرا ملي كنكون بالمغرب كنقرا. بس طوب تيان خاطر عندنا شوقي يقدم لنا لا روفي دو لا بريس ماغازين. ابلوز. ابلوز.